ايش هذا يا بابا؟ ايش الالوان هذه اللي عملها يا بابا؟ ايش يا بابا؟ وهذه موضه يا بابا. موضه ايش؟ يخرب بيت سنينك، شارك عمل زي الاندومي في لونه الجديد هذا. يا بابا ايش اللون هذا اللي عامله يا بابا؟ هذا طالع ترند يا بابا. ترند ايش؟ انا عارف، اكيد اكيد خالتك اخرتك وغصبت عليك وخلتك تروح على الكوافير عشان يعمل لك شعرك اللون هذا. لا لا يا بابا، انا حكيت لها تعمل لي هذا اللون لانه طالع ترند. يعني مش هي اللي غصب عليك تعمل اللون هذا؟ يعني معقول يا بابا خالتك هذه اللي زي امك معقول بتعاملك كويس وبتحبك زي امك ولا كيف يعني؟ والله ما انا عارف، شكلها هي اللي عامله فيك كيك اصلا. لا لا يا بابا بتحبني زي ماما هذه يا بابا الله يرحمها. او بعدين حكيت لها هيك وما رضيتش، وبعدين زعلت اجت لي تاني. يعني هي يا بابا عملت لك شعرك هيك عشان ترضيك وما تزعلش يعني وسمعت كلامك؟ انا حكيت لها تعمل لي هيك اصفر. حلو حلو يا بابا حلو. طلع من ورا. زي الاندومي يا بابا. لا حلو ولا قوه الا بالله يا بابا. حلو حلو. لا حلو حلو يا بابا والله حلو، بس مستغرب من لونه. يا جود يا جود يا جود يا حبيبي، انا مش حكيت لك روح اشتري لي من دكانه شويه اغراض عشان اكمل الطبيخ؟ بدي اعمل اكل وانت طولك، صار لي ساعه بعتك. ليش هيك بتعمل وبتكش تروح؟ خلصني. ما بس 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 ليه بتزعق على الولد هيك؟ ايش بتزعق عليه؟ عمالك حبه حبه على الولد، مالك يا بنت الحلال؟ اعتبريه ابنك. تزعق عليه وروح جيبه الرعاه بسرعه، ايش مالك؟ ولا اشي والله، بس انت فهمتني غلط، انا بدي اطبخ وهو حكى لي جعان ما اكلش شيء من الصبح، فبدي اياه يروح يجيب الاكل عشان اطعميه، والله انا بحبه، ليش هيك بتحكي معايا انت؟ صح يا جود؟ يا بابا هي بتحبني يا بابا، بس انت ليش بتزعق عليه؟ شفت هاي الولد بقول لك ان انا بحبه قاعد، بس انت مش فاهم، مش عارف ليش بتعمل كده، بدي اخليه يروح يشتري من السوبر ماركت عشان اخلص واعمل اكل. يلا يا جود. خلص خلص ماشي يا بنت الحلال، كنت فاهمك غلط. خلص يابا روح يلا اشتري لخالتك، روح. يلا يلا يا خالتي، يا عيب تجيب الماجي والرز والبازيلا حكيت لك عليهم ما تطولش. ماشي شاطر، الله معك، مع السلامه. والله ما انا عارف هي بتحب الولد ولا بتهدده ولا بتعامله حالها بتحبه قدامي، مش فاهم منها حاجه. مره بتزعق عليه وهو بقول لك بتحبني، والله ما انا فاهم. خليني اروح اشوف لي اشوف ولا اشوف لي عمل لي حد عملها. لا حول ولا قوه الا بالله، وين راح هذا الولد؟ دايما بيعمل فيا كده وبيطول. قلت له روح اشتري وما تطولش عشان اعمل اكل عشانك جعان. اكيد نزل لعب مع اصحابه بالشارع وقعد له ساعه وبعدين بده يجي. ماشي يا جود انا بورجيك. يا رب، مع اني بعمل له اللي بده اياه، قال لي نفسي اسبخ شعري اصفر واخذته على الكوافير وصبغت له وعملت له، وهلا بده ياكل كمان، قلت بدي اعمل له واطبخ له عشان ياكل، وبالاخر بتاخر زي هيك. ماشي يا جود انا بورجيك، هعاقبك بس تيجي. تعال هنا يا جود. وين يا حبيبي كاين؟ اكيد كنت بتلعب مع اصحابك وقعد ساعه وانا اللي بعتك من نسيت؟ ايش في يا حبيبي؟ ما انا مش قلت لك بدي اعمل لك اكل عشان انت جعان؟ انا اللي هعمل لك بدي اعمل لك اكل عشانك جعان وخايفه عليك. بتنسى زي هيك؟ انا كنت حاسه انك حتلعب مع اصحابك ساعه بالشارع وبعدين تجيني زي كل مره بتعمل فيي. عارف شو هسوي فيك هلا؟ هعاقبك عشان بعد هيك يكون ما عليك مشوار تجيني. ماشي؟ ايش؟ بدك تعاقبه؟ والله انا كان قلبي حاسسني ان هي بتخوف الولد وبتلبسه عشان ما يحكيش فيها حاجه. والله غير فرجك ايش راح اعمل فيك. ماشي ماشي والله يعمل فيك العمايل. يا ما انا شو حكيت يا جود؟ قلت لك بعدين بتيجي دائما على السريع. ماشي زي ما انت زي ما انت زي ما انت زي ما انت. ايش هذا يا ست هانم؟ عشان بتغشي على الولد؟ انا كان قلبي حاسسني انك بتكرهيه وبتحبوش وبتعاملوش زي اولادك. انا كان قلبي حاسسني، وانت مليون مرة احكي لك بتحبك ولا بتحبكش، قول بتحبني خالتي. حرام عليك يا بنت الحلال، هو شو عمل لك؟ طفل صغير امه ماتت بتعامليه زي هيك؟ ايش عمل لك؟ وصبغ له شعره اللون هذا كمان؟ اكيد غصب عنه عامله له هيك. لا 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 انت مش فاهم الموضوع، والله شكلك ما انت عارف، بس خليني افهمك القصة وانت حتفهم. والله انا ما عملتش هيك عشان انا بدي اعاقبه، وكمان قصة شعره هذا انا ماليش دعوة فيها، والله هو حكى لي اصبغي لي هذا الشعر عشان نفسه فيه، انا عملت له اياه ما كانش قصدي انه عمل هيك. انت فاهم غلط، بس اسمع مني بس. ايش تفهمي فيها يا ست هاني؟ ما ايش فهمي فيها؟ شفت كل حاجة بعيني انا، شفت كل شيء بعيني. حرام عليك انت، لو عندك دين اصلا بتعمليش في الولد هيك وبتقول له بدي اعاقبك وبتشاقبك، طفل صغير هذا. تلقى الله يا بنت الحلال، تلقى الله يا بنت الناس، لو ابنك بتعمليش فيه زي هيك، صح ولا لا؟ يا عمي والله انت مش فاهم الموضوع، والله بحبه زي ابني واكثر.
كثير جعان، وانا قلت له من قبل ساعه، فاكر لما كنا قاعدين مع بعض قلت له روح اشتري لي، استنى يا جود، قلت له روح اشتري عشان اعمل لك اكل، وطلع بيلعب ساعه مع اصحابه حتى الان بس اجى. تخيل انت رحت نمت وصحيت وهو لسه ما جاش يجيب لي الاكل، وانا كمان خايفه عليه، خايفه يدوخ ما اكلش شيء من الصبح بدي اعمل له الاكل، وبعدين انا قلت له بدي اعاقبك عشان تاني مره يجي بدري وياكل على السريع بدل ما يدوخ، انا ما كانش قصدي اعمل حاجه، انت شفت بعد ساعه اجى. يا بابا ليش بتغوش على خالتي هيك؟ حرام يا بابا، على فكره ليش بتغوش عليها؟ زي امي، هي بتحبني يا بابا عشان انا ما اكلت شيء من الصبح، وعشان هيك جايه لي يا بابا هيك خايفه علي. يعني هيك القصه يا جود، يعني قاعد تلعب مع اصحابك زي ما بتحكي مرت ابوك، وسايب الاكل والشرب وقاعد تلعب مع اصحابك في الشارع، يعني انت اللي غلطان كاين وهي خايفه عليك. يا بابا هي مالهاش ذنب، انا كنت بلعب مع اصحابي ونسيت حالي. شفت هيو بحكي لك انه عن جد كان بيلعب مع اصحابه، وانا عن جد بحبه بدي اعمل له الاكل. خلص يلا يا جود يا حبيبي تعال عشان اعمل لك الاكل وتاكل، يعني اكيد جعان. ماشي يا حبيبي تعال. لا حول ولا قوه الا بالله، والله حاسس حالي ظلمتها لهالمره وزعقت عليها وهي مالهاش ذنب وخايفة على الولد، بدل اعتذرلها وقولها سامحني. والله كنت جاي بس احكي معك بموضوع، انا اسف تو زعقت عليك وبهدلتك ورفعت صوتي، وانا كنت فاهم الموضوع غلط وصار سوء فهم، بس ما كنتش فاهم انه الولد يعني هو متاخر اصلا وبيلعب في الشارع وانت خايفه عليه، فبالله سامحيني. والله لا سامحك مش هيك القصه، بس انت ما كنتش فاهم، والله انا بحبه زيه زي ولادي. والله عرفت، والله حتى هو بقول لك انه بيتعامل لي كويس ومنيح، فهو تاخر وانا كنت خايفه عليه اللي يصير له حاجه في الشارع. بس المهم خلص انا جاي اقول لك انه سامحيني وبدي اطلع انا عشان اقول لك معلش، كثير رايك على الولد واعتبريه زي ابنك. لا اسف عليا يا بشري، ولما يغلط عاقبيه برضه، فانا بديش برضه اقول لك ما تعاقبوش، لا اعاقبيه. انا كنت حكي انا بدي اعاقبك عشان ثاني مره ما يطلعش برا ويتاخر ليصير له شيء. بس انت برضه الولد ايش محتاج بتعملي له؟ ان شاء الله ما تقلقش، يلا بطلع على شغل ان شاء الله، احتاج حاجه لك اياها معايا. لا الله معك، مع السلامه. ما تقلقش، مع السلامه. والله سهيدت بدي اروح اجيب مصاري من خالتي، بدي اخذ مصروفي عشان اشتري تات. يا رب تعطيني، ما نقولش هذا مدير خالته. اهلا يا جود، شو بدك يا حبيبي؟ بدي يا خالته مصاري عشان بدي اشتري تات. ايش يا جود؟ لا طبعا مش هعطيك مصاري عشان تشتري تاكس، انا كم مره اقول لك ما تشتريش اشياء مضره، بتشتري اندومي وشيبسي وتاكس واشياء مش كويسه وكولا، بنفعش هاي الاشياء مضره بصحتك، وانا بديش تشتري اشياء مضره. لا يا خالتو هذه الاشياء مش مضره يا خالتو، انا اخر مره كل اصحابي بيشتروا هيك، ايش معنى انا؟ ماما كانت احسن منك بكثير، كانت تخليني اشتري اللي بدي اياه. لا يا حبيبي يا خالتو مش قصدي هيك، انا بحبك بس وخايفه عليك، بديش تشتري اشياء مضره، انا هعطيك مصاري بس اشتري الاشي الحلو والكويس اللي تستفيد منه، ما تشتريش يا حبيبي اشياء مش كويسه. ماشي خلص يا خالتو، بديش انا حاجه بدك، انت بتعامليش زي ماما. تعال يا جود انا بدي اشتري لك يا حبيبي، بس ما ينفعش تشتري اشياء مضره. اوف شو هذا، ده بيزعل على الهوا هيك، ما حدش قال له حاجه. مرحبا يا جود يا حبيبي، مالك زعلان يا حبيبي؟ يا ماما اخذت مش راضي تخليني اشتري تاكس، بتقول لي مضر وانا زعلان. طب صح كلامي يا بابا، التاكس مضر، خايفه عليك هي. لا ماما احسن منها، كانت تخليني اشتري البداية. ماشي يا بابا، هي خايفه عليك، بابا ما كانتش تعرف ان التاكس بضر. لا يا بابا خلاص يا بابا، تعيطش حبيبي. طب انا يا بابا زعلان، ايش اعمل يا بابا؟ كان نفسي اروح عند التاكس اشتري حاجات شيبس وبرنجز وكل حاجة اللي نفسي فيها، بس خالته مش راضي تروح تجيب لي أشياء زي هيك، وأنا بدي أشياء زي هيك يا بابا، ماما أحسن منها يا بابا. طب يا بابا خد قدر عمه. لا يا بابا إيش هذا قدر عمه؟ أنا يا بابا مش فاضي، قدر عمك بعيدة كتير، وبعدين أنا بحبش تروح قدر عمك عشان في أولاد عمك مش كويسين أولاد، عشان هيك بدك تروح عند عمك، خليك قاعد هنا، واذا بدك تروح على الدكانة بحكي لخالتك ايش؟ تديك مصاري بس تشتري حاجات كويسة، طيب؟ يا ايش؟ يا بجيب لك واحد من ولاد عمك عندك، ايش رأيك؟ يا بابا بحب انا ابن عمي كثير، جيب لي اياه، بحب انا كريم، جيب لي اياه وجيب لي معدات. ما
ماشي يا بابا، هيني بدي اروح احضر عمك، اجيب لك ابن عمك كريم عشان تنبسط، بس ما تزعلش، وخالتك بتحبك بس هي ايش بدهاش اياك تاكل حشرة مضرة. ماشي يا بطل، خليني اروح اجيب لك ابن عمك ومش مطول. ماشي يلا دير بالك على حالك. مع كريم منجود يا جود، اشتقت لك يا جود. وانا كمان. ما على شعرك يا جود اصفر اصفر زي التاب، هذه الموضة الجديدة يا جود. يا كريم كيف صبغته حلو تصبغه زيه؟ لا مو مش عطرته بس بجنن شعرك محلاها. تعال تعال، هذه خالتي اللي عملت لي اياها. كيف؟ تعال عبس السس. يلا ايش هذا؟ ايش اللي جايبه هذا ابن عمه كريم عنده؟ والله هذول انا بحبهم مش وبطقوا بنقوا، بدي اروح اشوف ايش بيعملوا. سس سس لا مني ولا بك ولا سس. ايش هذا؟ ايش هذا يا جود؟ ابن عمك كريم مين جايبه؟ متى جاي ان شاء الله عنا؟ اه بابا جاب لي ابن عمي كريم وانا مبسوط معه. لا يا حبيبي انا بحبش حد يجي عنا زيك. تعال تعال احكي لك شغله بس. تعال تعال تعال. مالو ما تقولش في علي يا حبيبي يا خالتي، انا بحبش حد يجي عندك، عندهم بيحسدوا لك شعرك هذا وبقعدوا يحكوا لك كلام كويس وانت تنحسد ويصير لك حاجه. انا بخاف عليك يا حبيبي، انفعش. لا يا خالتي عادي عادي، بعملوش زيك بحسدوني. طيب معلي مش مطمنه انا للموضوع، خلاص روح العب شوي وعدي بشوف كيف الكلام هذا. مش مطمنه له هذا الولد، انا حاسه انه هيحسد وبتطلع له قاعد نظرات غريبه. واو شعره حلو كتير. ايش بتحكي يا كريم؟ بحكي واو عشان شعرك حلو كتير، وما عمري شفت شعر لونه زي كده ذهبي وحلو، وراح تنحسد من كتر ما هو شعرك حلو يا جود. ايش عن جد يا كريم؟ والله بتنحسد يا جود. لا ده زودها كتير، قاعد بحسد الولد في وجهه قاعد. تعال هان، ايش في يا حبيبي انت؟ قاعد بتحسد ايش؟ بتحكي له تنحسد يا جود؟ شايف؟ قاعد بحسدك وانت قاعد. قوم قوم روح يا حبيبي، قوم انا خايفة عليه. قوم قوم، مع السلامة. أمانة خالته أمانة، خليني ألعب معاه. شو خليه عم بحسدك عيني عينك؟ طب بقول لك بتنحسد، سيبه يلا يلا روح سيبه. روح يا حبيبي روح روح، أما اسمه تحسده. عاد بتحب يحسدوا لك شعرك وبصير فيك اشي مش كويس. أما اسمه أوف يا خالته كله منك. برضو بحرد على السريع وانا اللي خايفه عليه وخايفه ينحسد. طب ايش بدي اعمل في هذه القصه؟ انا خايفه هلا يكون حسد له شعره عن جد ويصير في الولد اشي، لازم اشوف اشي للموضوع. بدي احكي له بدي اقصل لك شعرك هذا عشان صار مش كويس، واقصل له اياه ونتخلص منه، وهيك بكون الحسد اللي في الشعر راح، وانا بكون خايفه عليه كده وبكون اموره تمام. يلا اقصل له شعره. يا الله خالتي بتتلمى بضلها بتحكي لي عندهم بحسدون، وطلعت صاحبتي كمان ابن عمي. ايش اعمل انا هلا؟ جود حبيبي عارف شو بدي اعمل لك عشان ما حدش يحسد شعراتك الحلوين هدول؟ انا شو بدي تعملي لي؟ هيي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 ي
مننا دول يا خالتي. بس تعالي يا حلمي تحسدوك هيك. تعالي بس اسمع مني. بقول تعالي يعني يلا بسرعه. هم بيحسدوك يا خالتي لما خالتك وراحت منا يا حبيبي. بس تعال جود خلص خلي فيش يا خالتي. تعال هاني يلا يلا امشي اقعدي هاني على الكرسي. عشان يكون احلى ما عادش يحسدك يا خالتي. يلا 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 امسك 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 يلا. لا استنى ضايل شويه كمان لازم نقص شويه يا خالته عشان ما عادش يحسدك. اسكت. الحمد لله كده خلصنا يا جود. شو مالك؟ هيك احسن ما يضل الشعر عشان ما حدش يحسدك عليه. هيك اصلا احسن لك. يلا يلا يا حبيبي رش حالك على المرايه. يلا يلا والله يا جود هلا بعد كده ما حدش حيحسدك. ما اصلا ما ضل الشعر حد يحسدك عليه.
الحمد لله الحسد كله قاعد بيطلع. الحمد لله. ربيتي ما لم تطلعش يا لعلة تطلع. السلام عليكم. وين يا جود؟ مالك زعلان يا بابا؟ ايش لسه مستقية؟ غلطة وطردت التريم من عندي وحلقت لي شعرها على السفر. عن جد؟ كيف على السفر اشوف؟